كانت خضر وهي ما عندها صحة. السلام عليكم مشاهدين ديالنا الاعزاز، نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا مزيانين في صحيحتكم. ها انتم يا الحباب، راه حنا صافي، راه حنا ها انتم كما كتشوفوا هنايا هاد البلاصه درت فيها الفريغو، وهنايا درت الطبله والكراسه، وهنايا غادي ينعسوا الدراري في هاد البيت. درت بكلامكم بزاف ديال التعليقات لقيت كيقولوا لي داك البيت اللي فيه السرجم خليه ينعسوا فيه الدراري ويحفظوا فيه حيت ضاوي، ولقيت عندكم الصح. صافي هنايا فرشت للدراري فين غادي يبقاو يحفظوا، هنايا دايرين الشكاير ديالهم، هنايا هاد اللعبه ديال النور، هاد الطوموبيل عاد خديتها ليها. ركبي نور في الطوموبيل ديالك، ركبي عاد خديتها ليها، غير قديمه مسكينه باش تبقى تلعب حتى هي. انتما النويره ديالي في الطوموبيل يا اختي، وشحال عجباتها مسكينه. الله زيد صاقي تذكر رضا الحبيبه ديالي. وصافي هنايا كما كتشوفوا عاوتاني هيا درت الطبله والكراسه فين غادي نبقاو ناكلو، وهنايا هذا البيت غادي نبقاو نجلسو فيه، غنجلسو هكا على ما نشريو التلفازه ان شاء الله. دعيو معايا تيسر الامور ان شاء الله، وغادي نشري التلفازه اللي دايره السيبوره باش كنصور. ثلاجه قلت لكم هنايا الثلاجه، وريهم انا وريهم. وهنايا هذا البيت درت فيه الناموسيه فين نبقاو نعسو حنايا، نعسو حتى هيا وراتكم نور كيفاش كنديروا النعس، وقالت لك حتى. وهنايا الكوزينه من طبيعه الحال، راني كنطيب الغداء. هنايا درت البوطه، يعني الناس اللي قدامين معايا راه شافوا كيفاش حتى شريت هاد البوطه والفريغو. بزاف الناس اللي غادي يقولوا وانت كتقولي ما عندكش وانت شاريه البوطه شو كي دايره والفريغو، يعني راه الناس اللي قدامين معايا راه شافوا كيفاش حتى شريت هاد الفريغو وهاد البوطه. نجاوبكم قبل ما تقولوها حيت عارفه هاد الشيء غادي يكون. وصافي هنايا كما كتشوفوا داك الطناجر عاوتاني حتى هما معايا، راه شافوا الناس كيفاش تشريت داك الطناجر. و لا سديت الثلاجه حبيبه، سديت الثلاجه، سدي امي ما سدي. وصافي هانتوما كما كتشوفوا هنايا هاد الجهه درت فيها الثلاجه، حيت هنا فين عندي البريز، هنا فين كاين البريز ديال الثلاجه، البلاصه الاخرى ما فيهاش. وصافي هذه هي الكوزينه ديالي كما كتشوفوا، وهاي النويرتي. واخا راني مازال راه ربي اللي عالم بيا، اقسم بالله العظيم الا صحتي كتنمل. وشكرا بزاف للناس اللي كيقولوا كنت حداك اختي حسنيه، كون عاونتك كون استفدت معاك الرحيل كون درت لك، شكرا لكم بزاف الحباب. الله يوقف معاكم والله يجازيكم بخير، وخليكم معايا ان شاء الله. دابا غادي نصبن واحد الروينه ديال التصبين ما تما ما نقول لكم. يلا حبابي وخوتي وخواتاتي خليكم معايا ان شاء الله حتى نصبن واحد الروينه ديال التصبين اللي راها عندي. غادي نصبن وندوش وندوش للدراري، يعني اليوم اللي الحد، اليوم اللي الحد كندوش وندوش للدراري ونصبن. وهذا الشيء اللي كاين حبابي، وخليكم معايا يا ربي تكونوا راكم بخير وفي صحه مزيانه، ونتمنى تكونوا مزيانين في صحيحتكم. كما كتشوفوا يا الحباب روينه ديال التصبين اللي جمعت اختكم حسنيه، يعني هادشي اللي كنجمع في السيمانه، يعني السيمانه الدراري تبارك الله راه كيبدلوا حميد عاوتاني. هادو عاد راه اكثر من سيمانه حيت الحد اللي فات ما صبنتش، حيت راكم عارفين يعني مع العيا والخدمه والمرض، يعني الحد اللي فات عاوتاني ما صبنتش، عاوتاني خملت الكراج، دوشت للدراري وخرجنا في العشيه، يعني الوقت اللي فين غادي نصبن خرجنا فيه. صافي ما صبنتش، داكشي علاش تجمع ليا، كنت صبنت بلا ربع، كنت صبنت بلا ربع والحد ما صبنتش حيت ما كانش عندي التصبين بزاف، قلت خلي حتى نزيد عليه. هي هذيك نيت بقى التصبين زدت عليه ديال السيمانه عاوتاني كامله، داكشي علاش كثير، يعني راه ماشي ساهل باش تصبن هاد التصبين كامل، راه والله ما ساهل. صيغتو عاد انايا راني مريضه، راه ربي اللي عالم بيا، واقسم بالله العظيم الا راه كنصبن شويه كنحس بروحي كتخرج مع السفل، ما عنديش الجهد ما عنديش، يعني راه ربي اللي عالم بيا وعالم بالحاله ديالي، ولكن ما عنديش شي حل اخر. هنايا النويره كما كتشوفوا حتى هي قالت لك راه بغات تصبن معايا، درت لها شويه ديال التيد وعطيتها حتى هي كتصبن، وكتقول لي راه عييت اوف عييت. وهذا الشيء اللي كاين الحباب بالنسبه لواحد الاخت قالت لي مالك انت ديما جمعت التصبين، راه اختي ما كرهتش حتى انا نجمع التصبين،
راني ما كرهتش، ولكن مع الخدمه راكم عارفين راه حتى شي مش ما كيهرب من دار العرس. هادشي اللي عطى الله وهادشي اللي قسم الله، والحمد لله والشكر لله. هادشي اللي عطى الله يعني راه ما كرهتش حتى انايا كما قلت لكم نصبن، ولكن راه مع الخدمه وتماره وراكم عارفين. بالنسبه للناس اللي غادي يقولوا لي انت مازال مريضه وكتصبني علاش ما تخليش حتى ترتاحي، راه الحباب ما كرهتش، راه غدا الاثنين راه كيخصني نبدا الخدمه اليوم الاحد. انا فين صورت هذا الفيديو ولكن غنحط لكم حتى الاثنين، ولكن راه ما كرهتش انايا يعني حتى نرتاح على خاطري، ولكن الخدمه راه ضروري خصني نخدم. يعني اللي كيخدم مع الناس راه ضروري كيخصك تخدم، يعني راه ما يمكنش انت شاده المحل وغادي تخليه مشدود، راه ما يمكنش. وبالنسبه للناس اللي كيسولوني كيقولوا لي واش جا شي حد اللي يخدم معاك، راه جات المراه اللي تخدم معايا، ولكن راه ما يمكنش هي تخدم بوحدها. يعني انايا الا كنت كنخدم بوحدي هي راه ما غتخدمش بوحدها، حيت انا اللي شاده المحل وانا اللي مكلفه به. وهذا الشيء اللي كاين خوتي وخواتاتي، وكنتقاتلوا مع الدنيا حتى يحن الله، وكنصبروا حتى يحن الله، ما عندنا ما نديروا. يعني راه ماشي ساهل هاد الشيء، ولكن الحمد لله والشكر لله. يعني انا كنلقيت جاه راه ماشي دابا غادي نصبان وغادي نخمل وغادي نرحل، ولكن ما كرهتش. علاش انا زربت دغياتك رحلت يعني في نهار بحال هاد النهار كنت مريضه، لا غد ليه سيقنا، واخا استغفر راكم شفتوا الفيديو اللي قبل يعني السخفه والمرض وتماره، ولكن ما كرهتش. ما عنديش حل واحد اخر، راني كنتقاتل مع الدنيا، كنتقاتل مع الدنيا، كندعو معايا يا ربي يا ارحم الراحمين، كنتقاتل باش نجمع باش نشري الماكينه الصابون، حيت الماكينه الصابون راها كتعاون. الماكينه الصابون صيغتو مع الدراري تبارك الله اربعه وانا خمسه وباهم سته، يعني حنايا بسته بينا تبارك الله، راه ماشي ساهل، راه صعيب تصبين باليد. راه ما غيحس بيا غير اللي يعني اللي فايتلو كيصبن باليد هو اللي غيحس بيا. انا بغيتكم تدعيو معايا يسهل عليا ربي الحبيب، ونتقاتل. راني كنتقاتل باش نشري الماكينه، حيت الماكينه ضروري، والماكينه اوتوماتيك ماشي الماكينه العاديه. الماكينه العاديه الا كانت غير الماكينه العاديه بناقص، يعني غير تصبنيهم وتجبديهم عاوتاني وتشلي ليهم وتعصريهم، ماشي بحال الماكينه اوتوماتيك. هي راه بحال عندك مراه واحده اخرى في الدار، يعني كتحشيهم ناشفين تخشيهم ناشفين وتجبدهم ناشفين. يعني راه الماكينه اوتوماتيك راه شي حاجه. انا بغيت نشري الماكينه اوتوماتيك، ما بغيتش نشري ماكينه عاديه. اما الماكينه عاديه كون بغيت نشريها كون شريتها، ولكن بغيت نشري اوتوماتيك. هانتوما كما كتشوفوا السخفه كتشدني، عرفتوا راه قلبي كيبغي يسكت، اقسم بالله العظيم الا راه ربي اللي عالم بيا، ولكن كنتقاتل. المهم غير صحتي راه تعطيكم الخبر، شوفوا كي وليت هيك العظم نيشان، غير كنطلب الله يوقف معايا وتبقى لي صحيحتي لوليداتي، حيت تبارك الله وليداتي مازالين محتاجين ليا، والله العظيم الا مازالين محتاجين لوليداتي اكثر من ما كتصوروا. والحمد لله والشكر لله، هادشي اللي عطى الله وهادشي اللي قسم الله، الحمد لله والشكر لله. دعيو معايا غير بالشفاء ونوقف لوليداتي ان شاء الله يا رب. سمحوا لي هنايا صونا التليفون، قلت لكم الحباب دعيو معايا غير بالصحيحه. شتي الا بقات لي غير الصحيحه ديالي لوليداتي باش نقدر نقاوم عليهم، راه هذاك هو الربح والله العظيم. ودعيو معايا في هذه القناه تيسر لي الامور ان شاء الله بجهد الله. الا طلع نجحت لي القناه وكنت كنشد منها واحد المبلغ يعني اللي غادي يكفيني انا وليداتي، راه والله ما نخدم، راه ما نضربش تماره انايا، راه ما نخدمش، راه نبقى جالسه. الخدمه ديالي هي نقابل وليداتي، هي نصبر، ما نجمعش التصبين كامل، ونبقى الحاجه اللي طاحت نصبنها ونسيق داري ونخمل داري ونطيب لولادي ونعجل ليهم ونحفظهم ونقريهم ونحفظهم ونقريهم. المهم سمحوا لي ونديهم المدرسه ونجيبهم، يعني هذه هي الخدمه ديالي، هذه في حد ذاتها راها وظيفه، هذه راه حتى هي راها وظيفه، راها خدمه الناس ديال بصح. هذا الشيء راه كاينين العائلات اللي كيقوموا بهذا الشيء وما كيقدروش، انا راه كنقوم بهذا الشيء وكنزيد عاد الخدمه من الفوق، والحمد لله والشكر لله. هادشي اللي كاين حبايبي، راه ما كرهتش حتى انا، راه والله ما كرهت، راه شتي وكنت الحياه صعيبه، راه الحياه صعيبه بزاف. راه تبارك الله ربعه الوليدات راه كيخصهم ما ياكلوا، راه كيخصهم ما يشربوا، راه كيخصهم ما يلبسوا، راه كيخصهم. كنطلب الله يفرجها عليا وعليكم وعلى جميع المسلمين، كنطلب الله سبحانه وتعالى يوفقني باش نقدر نخدم على وليداتي، حيت راه ماشي ساهل هادشي. اليوم كيما شفتوا الروينه ديال التصبين اللي صبنات اختكم حسنيه، صراحه تساليت والله العظيم، دابا غير كنشقى بزاف، عرفتوا روحي كتبغي تخرج. والحمد لله والشكر لله، ولله الحمد، وشكرا لكم بزاف على التعليقات ديالكم كاع حبابي اللي علقوا، شكرا لكم، شكرا بزاف على المتابعه ديالكم. والنويويره ديالي انا بغيتكم تشوفوا ليها النويويره القطيطه ديالي، وريتي لهم الكسيوه، سير ليه سيري ليه باش تباني، سيري ليه باش تباني. هاي 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 على الحمر يا اختي، كيقضي على الاحمر. شو قال لك الدور توريكم؟ شوفي دوري دوري عندي عاوتاني.
من المدرسة كنكرهو مزدنا الغدا، ماما مسكينة كتخدم وهي ما عندها صحة. السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كيدير لاباس عليكم؟ بخير هانيين. شكرا لكم على التعليقات ديالكم زوينين، شكرا لكم بزاف، وشكرا لكم حيت كتسولوا في ماما، وكنتمنى تدعموا ماما في هذه القناة دايرة باش تكبرنا وباش هادي، وكنتمنى تدعموها باش ما تبقاش تخدم، باش ملي نجيو من المدرسة نلقاو الغدا ديالنا طايب، واي حاجة كنتمناوها. ماما مسكينة كتخدم وهي ما عندها صحة، وكنتمنى تدعموها بزاف، وشكرا لكم يا الحبيب على الخلعه اللي تخلعتوا معنا نتوما، شكرا لكم بزاف، وشكرا لكم على التعليقات ديالكم اللي كيفرحونا وكيزيدوا يزيدونا القدام، والتعليق السلبي الله يهديهم، وشكرا لكم بزاف بزاف، وبسلام عليكم، وما تنساوش ديروا لايك باي باي جرس وديروا سبسكرايب، وباي باي عليكم، ونتمنى تدعموا ماما.